أعزائنا متابعي فضائية نور سات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم في نشرتنا الأسبوعية. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ الرئيس ميشيل عون لانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية. سمو الأميرة بسمة بن طلال تفتتح بازار السلك الدبلوماسي. أمسية موسيقية لجوقة هنغارية في عمان. لقاء روحي لمجموعة عائلات مريم في الأردن. أهلا بكم. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة للرئيس اللبناني العماد ميشيل عون بمناسبة انتخابه من قبل مجلس النواب اللبناني وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب التمنيات للرئيس عون بالتوفيق، مؤكدا حرص الأردن على توطيد أواصر التعاون مع لبنان وتمتين أطر الشراكة في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل العربي. كما عبر جلالته عن ثقته بأن يتمكن لبنان الشقيق بقيادة الرئيس عون من تعزيز وحدته الوطنية وتجاوز مختلف التحديات التي تواجهه، وبما يحفظ أمنه واستقراره. كما تتقدم أسرة مكتب نورسات الأردن بالتهنئة والتبريك للشعب اللبناني ولفخامة الرئيس ميشيل عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية. بحضور هيئات دبلوماسية عربية ودولية، افتتحت سمو الأميرة بسمة بن طلال بازار السلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين، والذي يعود ريعه لرعاية الأطفال في المبرة. إلى التفاصيل. افتتحت سمو الأميرة بسمة بن طلال البازار 52 للسلك الدبلوماسي الخيري لمبرة أم الحسين بمشاركة 51 هيئة دبلوماسية. وأكدت سموها في كلمتها أن هذا البازار جسد أسمى معاني الشراكة والتضامن والعمل الإنساني بين الهيئات الدبلوماسية العاملة في الأردن، مثمنة دورهم وتفاعلهم وحرصهم على المشاركة بالبازار، والذي يأتي إيمانا منهم بأهمية تعزيز العمل الإنساني والخيري. حقيقة الدول العربية الشقيقة عمرها ما بتقصر، فبشرفنا جدا إنه مساهمة المملكة السعودية، مملكة البحرين، الإمارات، مصر، العراق، الكويت، لبنان، فلسطين، قطر واليمن. الله يجزيكم الخير جميعا. من جانبهم أكد المشاركون أهمية البازار في توفير جزء من احتياجات مبرة أم الحسين لخدمة الأطفال لديها، لافتين إلى أن البازار حقق معان إنسانية واجتماعية من خلال خدمة فئة من أبناء المجتمع هي بأمس الحاجة للرعاية والاهتمام. وقال سفراء مشاركون بالبازار إن إقامته سنوياً يعزز علاقات التعاون والصداقة بين دول العالم من خلال مشاركة هيئات هذه الدول في هذا الحدث الإنساني، لافتين إلى أن العمل الإنساني والاجتماعي يحتاج إلى تعاون وتضافر وجهود الجميع من أجل خدمة ومساعدة المحتاجين. المشاركة لهذه السنة مع مبرة أم الحسين اللي حقيقة حرصت السفارة العراقية عبر السنوات أن يكون لها شراكة في جناح يعرض ثقافة وتراث ومنتجات العراق من جهة، ومن جهة أخرى بأن يدعم المبرة ويساهم شأنه شأن كل الدول التي تساهم في البازار بدعم مبرة أم الحسين، لا سيما الأطفال الأيتام في المبرة. هناك عدة رسائل من الجناح العراقي، لربما هي رسائل إنسانية، رسائل فيها تطلع للمستقبل، وأيضا رسائل محبة وتعاون وتضامن مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب أولا، وأيضا صناعة السلام بالنيابة عن العالم. مع كل مشاركتي بكل البلدين بحس أنه الأردن برتاح في أكثر بلد، وبنتشكر سمو الأميرة لأنه عطول هيك بتخصصنا حلو وبتعطينا هيك أنه بتحب شغلنا كلبنانية، ومرسي لكم وثانك يو. المشاركة السنة دي زي ما أنت شايفة مشاركة من كرياتيف إيجيبت. كرياتيف إيجيبت ده يتبع مركز تحديث الصناعات المصري، وهو لمساعدة ودعم أصحاب الحرف اليدوية في مصر لخلق منافس جديدة لهم ليس فقط في مصر ولكن أيضا في الخارج.
من خلال المشاركة في معارض وبازارات مثل بازار مبرة أم الحسين. واجالت سموها في المعارض التي ضمت منتجات تقليدية لكل من الدول المشاركة، حيث يعود ريع البازار لمبرة أم الحسين التي تتولى رعاية الأطفال الأيتام وتقدم لهم خدمات الرعاية والتعليم. أقامت جمعية القديس لوقا الأرثوذكسية للرعاية الصحية يوماً طبياً مجانياً، وذلك بمناسبة عيد القديس لوقا والذكرى 11 لتأسيس الجمعية. إلى المزيد. ترأس سيادة المطران فينيديكتوس مطران الروم الأرثوذكس في عمان القداس الإلهي بعيد القديس لوقا في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية، بمعاونة عدد من الآباء الكهنة. وبهم هدانا جميعا إلى الإيمان صادق، فيا جزيل التحنن يا رب المجد. حسن العبادة العظيم إلى الرب نطلب كريا ليسو، لأنك قدوس نادي إلهنا ولك نرسل المجد أيها الأب وابن روح القدوس الآن كل وانين. رئاسة كانوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين لنا كل وان وإلى دهر الداهرين. Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, των αδελφών ημών Αρχιεραίων, Ιεραίων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων, Μοναχών και Μοναζουσών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. وفي ختام القداس كرم سيادة المطران فينيديكتوس القائمين على مركز القديس لوقا الطبي وقدم لهم هدايا تذكارية تكريما لعملهم الدؤوب في خدمة المرضى، مسترشدين بما كان يقدمه القديس الطبيب لوقا في حياته. نطلب من الله أن يساعدنا في خدمة وتوفيرها لكثيرين من ذوي الحاجة، بارك الله فيهم وفي عملهم وجازاهم الخير كله. الله يوفقنا جميعا لما هو خير وصالح، وليوفقكم الرب الإله ويسدد خطاكم في سبله القويمة، الداعي لكم بالرب يسوع المسيح المتروبوليت بنديكتوس متروبوليت فيلادلفيا وسائر الأردن. وبالنيابة عن أطباء المركز ألقى الدكتور مروان جميعان كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بعيد القديس لوقا شفيع الأطباء، كما ونحتفل أيضا بالذكرى 11 لتأسيس جمعية القديس لوقا الأرثوذكسية للرعاية الصحية، والتي تحمل اسم هذا القديس بكل فخر واعتزاز. نجتمع اليوم لنحتفل بعيد القديس لوقا شفيع الأطباء والذكرى 11 لتأسيس جمعيتنا الخيرية جمعية القديس لوقا الأرثوذكسية للرعاية الصحية، التي تحمل جمعيتنا اسمه بكل فخر واعتزاز. نعم، نحتفل كل عام بعيد القديس لوقا العزيز علينا. وبعد انتهاء القداس توجه الحضور إلى حفل استقبال أقيم في المركز تخلله تقديم خدمات طبية مجانية.
نظمت السفارة الهنغارية في عمان أمسية موسيقية لجوقة سينت إنجيلا القادمة من بودابست، وذلك في كنيسة سيدة البشارة في جبل الويبدة بالتعاون مع جوقة ينبوع المحبة، حيث قدمت الجوقة عدداً من المقطوعات الموسيقية المتنوعة بحضور المطران مارون اللحام وعدداً من الآباء الكهنة وشخصيات رسمية وجمع من المؤمنين. وفي ختام الأمسية شكر المطران لحام أعضاء الجوقة مسجلاً إعجابه بما قدموه من فقرات ممتعة، تلا ذلك تقديم عدداً من الهدايا وتبادل الصور التذكارية. The more you are artist, the closer you are to God, because He is the great one. And the closer you are to God, the closer you are to your brothers and sisters all over the world. And the presence of the Jordanian choir in Budapest and your presence here is a sign of this brotherhood between us for the glory of God. أولا لسيدنا المطران مارون لحام وهو زار بودابست طبعا مع جوقة ينبوع المحبة في شهر آب الماضي، نحن نشكركم وكل من تومر وكل أعضاء في جوقتكم لزيارتكم عندنا وكمان قصد إلقائكم للجوقة الهنغارية هنا في الأردن. أقيم في كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام لقاء روحي لمجموعة عائلات مريم تخلله قداس إلهي ترأسه المطران مارون اللحام، المزيد في التقرير التالي.
أن تجري الحق وتحب الرحمة وتسير بتواضع مع إلهك هو عنوان اللقاء الذي أقامته مجموعة العائلة المقدسة في قاعة كنيسة شهداء الأردن في مرج الحمام برعاية سيادة المطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن الذي قدم محاضرة حول التحديات التي تواجه المسيحي اليوم، كما قدم الأب حنا كلداني راعي الكنيسة كلمة ترحيبية بالحضور. هذا اللقاء الذي يعقد في كنيسة شهداء الأردن في عمان هو لقاء لمجموعة العائلة المقدسة، وهي مجموعة منتشرة في رعايانا في الأردن تهدف إلى نشر الوعي الإنجيلي والحياة المسيحية ضمن العائلات المسيحية. وهذا اللقاء هو من أولى اللقاءات في هذه القاعة الجديدة وفي الكنيسة الجديدة كنيسة شهداء الأردن. ومن ثم توجه الجميع إلى الكنيسة للاحتفال بالذبيحة الإلهية التي ترأسها المطران اللحام وعاونه فيها الشماس يوسف فتال. وتحدث سيادته في عظته للعائلات إن التربية على الإيمان تحتاج إلى الصبر كمثال الصياد الذي يقبل كل شيء في الشبكة. احنا قلنا بالمحاضرة إنه الله ما بده قديسين جاهزين توجب الجاهزة سخنها وبتاكلها، الله بده خطأ احنا بيشتغل عليهم بيظبطهم. وخلال الذبيحة الإلهية رفعت الصلوات على نية العائلات والكهنة لكي يهبهم الرب القوة لخلاص النفوس ولأجل الدعوات الكهنوتية لكي يكونوا صيادي بشر في حقل الرب. كان موضوع اللقاء التحديات التي تواجه المسيح اليوم، وتكلمنا عن ثلاث تحديات أساسية. التحدي الأول هو عقلية الأقلية أمام الأكثرية وما ينتج عنها من خوف وانعزال وتقوقع، وكان الحل لهذا التحدي أن لا نخاف وأن نكون بالفعل ملح الأرض ونور العالم وخميرة العجين. التحدي الثاني كان الحياء البشري من إعلان الإيمان أو من المجاهرة بالإيمان أو بعلامات الإيمان. وذكرنا قول سيد المسيح: من أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. والتحدي الثالث كان عدم مطابقة الحياة مع الإيمان، أي نؤمن بشيء ونتصرف بعكس ما نؤمن به. وكان المفروض أن يتصرف الإنسان المسيحي كما يؤمن ولو أنه ضعف في بعض الفترات، إنما يطلب من الله النعمة كي تكون حياته شهادة لما يؤمن به. الموضوع اليوم كان هو الإصحاح السادس الآية الثامنة من النبي ميخا، هو أحد الأنبياء الصغار وسادس الأنبياء الصغار، يتكلم عن العدل ويتكلم عن الرحمة ويتكلم عن المحبة. والهدف هو إيضاح دور النبي في العهد القديم ودور النبي الآن، ودور النبي هو أن يسير عكس التيار وأن يلفت نظر العالم إلى أن أولوية الإنسان هي الله تعالى وليس الأمور المادية، أولوية الإنسان هي رحمة الإنسان ومحبة الإنسان وليس أن يظلم الإنسان. يعتبر اليوم هو اللقاء الخامس لمجموعات العائلة المقدسة، له أهمية بأنه هو عبارة عن لقاء السنوي اللي احنا تعودنا عليه برعاية سيدنا مارون، إنه نلتقي مع بعض، نصلي مع بعض، نتأمل مع بعض، ونطرح بعض التساؤلات اللي بتهم العائلة المقدسة كحركة وبتهم الأسرة المسيحية أفراد ويعني أفراداً وعائلات بشكل عام بالأردن. طبعاً اللقاء تحت رعاية سيدنا مارون الرحام اللي هو دائماً بيهتم بالعائلة المقدسة، بدعمها دائماً وبيعطيها جزء كبير من وقته وبيهتم بالعائلات الموجودة فيها، وإشي كتير حلو. وبندعو الجميع إنهم يكونوا ضمن فعالية تهتم سواء كان بالعائلة أو بالأشخاص أو بالأفراد، المهم إنه إحنا نضل دائما تحت ظل الكنيسة وتحت رعايتها وحمايتها دائما. شكرا لنور سات اللي دائما بتغطي كل الفعاليات وعلى يعني عتم استعداد لتلبية نداءنا بأي وقت من ندي. شكرا كتير لكم. نتأمل إنه اليوم نطلع بمخرجات من هذا اليوم الروحي حتى نستفيد ونفيد العائلات ومجتمعنا في وطننا الحبيب. وبعد القداس اجتمع الحضور حول مائدة محبة لتناول الغذاء معا، ثم اختتم اللقاء بفقرة ترفيهية مع الفنان القدير نبيل صوالحة.
تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية لقاء الدورة 68 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وجرى خلال الدورة مناقشة عدة موضوعات، أهمها تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشاريع المنزلية ومشاريع الأسر المنتجة في الدول العربية وسبل القضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومعالجة أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعنف والإرهاب والتطرف. نملك في الأردن رؤية واضحة المعالم لتطوير قطاع الحماية الاجتماعية متضمنة رؤية الأردن 2025 ومدرجة في البيان الوزاري الحكومي، ونسعى إلى تحقيقها بنهج الشراكة المؤسسية وتعميمها في حالة استكمال مشروعها بوصفها كممارسة فضلة يمكن أن تستفيد منها الدول الشقيقة والصديقة. ضمن لقاءاته وندواته المستمرة، استضاف منتدى الفكر العربي في عمان وزير الإعلام الأسبق الدكتور سمير مطاوع في محاضرة بعنوان دور الإعلام في صنع الرأي العام، تناول فيها من واقع خبراته عددا من المرتكزات المتعلقة بعملية صنع الرأي العام والتأثير فيه. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تثير اهتمام الرأي العام. لفت الدكتور سمير مطاوع وزير الإعلام الأسبق إلى أهمية دور الإعلام في صنع الرأي العام، موجها بضرورة إجراء أبحاث ميدانية لمعرفة ردود الفعل الجماهيرية إزاء الرسالة الإعلامية التي ستسهل بدورها على الفئات الجماهيرية استيعاب المطلوب وبالتالي اتخاذ مواقف منها. كما دعا الدكتور مطاوع خلال محاضرته بمنتدى الفكر العربي بحضور عدد من الإعلاميين والدبلوماسيين والأكاديميين إلى تجنب النصح والخطابة في توجيه الرأي العام، باعتبار أن المتلقي سيجد نفسه يساق بنوع من الإكراه لتبني مضمون الرسالة. الإعلام هو الذي يوصل إلى الناس طبيعة ما يجري، أهمية ما يجري، صعوبة ما يجري، والنتائج الكارثية التي ترتبت على ذلك. وأنا يعني بعتقد أن الوعي بأهمية الإعلام ووصوله إلى الناس وإيصاله الرسالة الإعلامية بدأت بعد نكبة فلسطين بسنة 48. يعني بدأنا نعي أهمية الإعلام ومتابعة ما ينشره أو يبثه الإعلام بدأت بعد حرب فلسطين. لذلك الحقيقة الآن في اهتمام بوسائل الإعلام، خصوصا الوسائل المرئية والمسموعة، نتيجة لما يجري ولما يدور وللتطورات التي تحدث تقريبا كل يوم. وبدوره أكد الدكتور محمد أبو حمور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي أهمية دراسة دور الإعلام في صنع الرأي العام في ضوء ما يشهد الوطن العربي من أحداث متلاحقة، داعيا إلى ضرورة مراجعة الخطاب الإعلامي العربي من مختلف النواحي. ونبه أبو حمور إلى أن الإعلام العربي المعاصر ينبغي أن يأخذ دوره في نقل الصورة الحقيقية للواقع العربي أمام منافسة الإعلام الخارجي الموجه. احنا في الوطن العربي بحاجة الى خطاب اعلامي موحد، خطاب اعلامي يعالج مشاكلنا وهمومنا ولعله التداعيات اللي شهدها الوطن العربي سواء كانت في المشرق او في المغرب وفي المنطقة المحيطة فينا. سببها في جانب منها هو الجانب الاعلامي اللي اصبح يركز على السلبيات ولا يعالج ولا يركز على الايجابيات، يركز على نقاط التفرقة ولا يركز على نقاط الالتقاء والجوامع. ليس لدينا الآن بشكل عام وضمن إطار معين ليس لدينا هوية جامعة وخطاب إعلامي عربي موحد، حيث أنه هناك إعلام متشرذم وإعلام كل يتحدث عن مصالح جهة وطائفة ويتحدث عن الجوانب التمويلية. الجهات اللي بتمول هي اللي بتتحكم في الإعلام، ولعل الولاء والانتماء والهوية الجامعة والإعلام المستقل أصبح الآن بحاجة لإعادته بهدف أنه يكون الوطن العربي بأهميته وبامتداداته إعلام موحد لصالح الوطن. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
المطران مارون اللحام يترأس لقاء مجموعة عائلة مريم. يوم طبي مجاني في جمعية القديس لوقا الأرثوذكسية. منتدى الفكر العربي يناقش دور الإعلام في صنع الرأي العام. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.noursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.